مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة اليوم من سؤال جريء. سنتناول فيها نقاط متعددة أثارها فيلم متنصرون الذي بثته قناة البي بي سي عربي القسم العربي، وهذا تم يوم السبت الماضي. وضيفي لهذه الحلقة هو الأخ مجدي خليل، أهلا بك. أهلا وسهلا. قبل أن أخوض مع الأخ مجدي في تفاصيل الوثائقي، أتناول أول نقطة تشغل بال مشاهدينا الذين بعثوا بإيميلات كثيرة للبرنامج في هذا الإطار، ألا وهي مسألة وقف برامج القمص زكريا بطرس على قناة الحياة. اتناقلت وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت إشاعات كثيرة عن مسألة توقف بث برامج القمص زكريا بطرس على قناة الحياة، والكل يحاول أن يجعل من نفسه البطل الذي أوقف برامج القمص. لكن دعوني أعرض بعض هذه الإشاعات والرد عليها. البي بي سي أولا تحاول أن تفهم الناس أنه بسبب تحرياتها وضغطها على منظمة جويس ماير أن هذه الأخيرة بعثت لهم رسالة تقول فيها أنه سيتم وقف برامج القمص زكريا. أولا، منظمة جويس ماير لا تملك القناة، قناة الحياة لها مديرها ولها مجلسها. منظمة جويس ماير تشارك في تغطية ثمن الوقت الذي تبت فيه برامجها الشخصية، وليست لها أي سلطة في إيقاف ولا إدخال أي واحد للقناة. ثانيا، الشيخ الزغبي ومعه الكثير من المسلمين يعتقدون أن برنامجه على الخليجية هو الذي أوقف برنامج حوار الحق من القناة، وأن جناب القمص عاجز عن الإجابة ولذلك رفض من قناة الحياة. وهذا في الحقيقة أمر يدعو للشفقة على من يصدقون ذلك. فالقمص عمل أكثر من 350 حلقة إن أحصينا أسئلة عن الإيمان في الصميم وحوار الحق، فهل أجاب الشيخ على 300 حلقة حتى يعلن انتصاره على القمص زكريا؟ 10 حلقات لا تشكل إلا أقل من 3% مما قاله القمص زكريا. أما مضمون الحلقات 10 التي عملها الزغبي فلا يرقى إلى مستوى المواضيع التي هز بها جناب القمص أركان الإسلام. ويكفيه فخرا موضوع رضاع الكبير الذي لا زالت تبعياته تظهر لحد الآن، وأما المواضيع الأخرى فحدت ولا حرج. فلا تنسب يا شيخ الزغبي نصرا مزورا لنفسك. الاختلاف الإداري بين جناب القمص زكريا بطرس وإدارة قناة الحياة هو وحده المسؤول عن إيقاف برامج القمص زكريا، والطرفان قررا إنهاء هذه الشراكة التي استمرت لمدة 7 سنوات، وليس في الأمر أي عيب، فكل المؤسسات في العالم تتعاقد وتنهي تعاقدها في الوقت الذي يرتضي فيه الطرفان ذلك. فالزغبي نفسه انتقل من قناة إلى قناة وفي ظرف وجيز جدا، والشيخ خالد الجندي انتقل بين القنوات أيضا وشيوخ آخرون، فهل يحل لهم الأمر ويحرم على الآخرين؟ قناة الحياة والقمص زكريا بطرس قرر إنهاء الشراكة بينهما، وترك القمص مكانه مرفوع الرأس، وستستمر قناة الحياة وإدارتها بكل قوة على نفس النهج في توصيل الرسالة إلى المسلمين في برامجها الحالية وبرامج مستقبلية. ومن هذا المنبر وباسم قناة الحياة وطاقمها نشكر جناب القمص على السنوات التي قضاها في الخدمة من خلالها، ونعلنه أننا نحترمه ونكن له كل التقدير. إذ تتلمذ على يديه الكثيرون وعرف الحق من خلاله الكثيرون، وكل العاملين في قناة الحياة سيصلون من أجله ويتمنون له التوفيق في مشاريعه القادمة. وانتظر يا شيخ الزغبي منه ردودا كما عهدناه، وانتظر منا أيضا ردودا نجهزها لك على قناة الحياة، ستظهر للناس كم الأكاذيب الذي ملأت به حلقاتك وصدقت أكاذيبك واعتقدت أنك انتصرت، وفي الحقيقة أنت لم تقم بعد من الضربة التي وجهت لك في حلقة محاسبة الشيوخ. أما بالنسبة للإشاعات الأخرى
مثل ضغط الكنيسة القبطية على قناة الحياة أو ضغط مؤسسات أو حكومات أجنبية على قناة الحياة لفصل القمص زكريا بطرس فهي إشاعات غير صحيحة على الإطلاق. أكرر مرة أخرى أن إنهاء الشراكة بين القمص زكريا بطرس وقناة الحياة هو أمر يرجع بالأساس إلى قرار تم اتخاذه بين القمص زكريا وبين إدارة قناة الحياة، ولا دخل لأي جهة في هذا القرار. وبالنسبة للمسيحيين أقول أن هذا الأمر هو للخير، فهو انطلاقة جديدة للقمص زكريا بطرس وانطلاقة جديدة لقناة الحياة. يشبه الأمر إلى حد كبير ما حصل بين برنابا وبولس الرسول في أعمال الرسل. اعتقد الكل حينها أنه شبه خصام بين اثنين، ولكنه في الحقيقة كان لخير الخدمة للاثنين وللجميع، وهكذا انتشرت الرسالة إلى نطاق أوسع. فصلوا لأجل قناة الحياة وصلوا لأجل القمص زكريا بطرس. انتهى تعليقي على هذه المسألة. أعود للوثائقي. نعم. اللي هو موضوعنا اليوم. تمام. وطبعا هذا جزء منه النقطة اللي ذكرناها وأنا جاي في الوثائق نفسها نفس. نعم. يعني بصفة عامة كيف تقيم أنت الوثائقي؟ الحقيقة في مثل روسي بيقول لك الموضوعية أن تعلن تحيزك من البداية. لكن هو ادعى الموضوعية فلازم نقيمه وفقا للتقييم الحقيقي. نعم. هو قاعد حط زي الأبحاث الملفقة أو مين هو؟ المعد إذا كان شخص أو إذا كان عمر عبد الرازق أو مجموعة معاه أو إدارة القناة أو مجموعة من المهم حطوا توجه مسبق. نعم. زي الباحث الملفق بيحط النتائج قبل ما يبدأ بحثه. فهو حط النتائج وبناء عليه، ما هو ما فيش حل اكتر من يا اما حط النتائج يا اما جهه وجهته الى اتجاه، يعني انا بقول يا اما جهه وجهته هذا الاتجاه في هذا العمل الوثائقي، يا اما هو حط نتائج هو والمجموعه اللي معاه قالوا هنحط النتائج التي سنصل اليها ومن خلالها سنتتبع ما يمكن اقتناصه في هذا الموضوع، ما يخدم فكرتنا في هذا الموضوع. كات اند بيست، يقطع ويلزق وروح لشخصيات محدده تخدم هذا التوجه. وبالتالي هو في الآخر عمل وثائقي موجه بناء على تصور مسبق أو توجيهات من جهة محددة. خليني أقول أنه حاولوا الاتصال بنا خصوصا الأخت أماني وأنا وجناب القمص، حاولوا أيضا أن يعملوا معه استجواب أو مقابلة، وأيضا حاولوا يعني لكن في إطار يخرق يعني مبادئنا في الحفاظ على سرية العمل. تمام. فرفضنا هذا الأمر وبعثوا لنا مقال، وأنا أطلب من المخرج أن يضع الأرتيكل أو المقال اللي بعثوا لنا ورقة فيها تعريف للهدف من البرنامج. نعم. فهذه الورقة أنا سأقرأ منها يعني إيه هدف الوثائقي اللي بعثوا لنا أولا أنه سيكون هو المحور للوثائقي وبعدين نعلق عليه. أقرأ لو شاء المخرج أن يضع لنا الـ هو وصل بالإنجليزي وحطينا ترجمة للأمر. نعم. سيقوم الوثائقي بإلقاء الضوء على الكيفية التي يعامل بها المتحولون من الإسلام إلى المسيحية في مناطق كثيرة من العالم العربي، وكيف أنهم غالبا ما ينبذون من العائلة والجيران، وغالبا ما يضطهدون من طرف الدولة. وسيظهر الوثائقي كيف يعيش المتنصرون خائفون على حياتهم بعد التحول، وكيف ترفض بعض الدول إما الاعتراف بمحنتهم أو في الغالب تكون الدولة هي المضطهدة نفسها. طبعا يعني أنا شفت الوثائقي ولا كلمة من هذه الأمور يعني تم التركيز عليها في الوثائقي. أو تركيز هامشي، الخط الرئيسي زي ما قلنا هامشي، مش يعني ممكن نوع من التقية يجيب لك حتة كده تبين بعض المخاوف اللي تقع على المتنصرين، لكن ده البروديوسر الأجنبي الإنجليزي اللي بعد ده ممضي من طرف مارك بيركنز اللي هو المفروض هو اللي كان مشرف على البرنامج أو توجهات القناة كما في نسختها الإنجليزية. صح. راحت للمجموعة العربية ويأسفني والمجموعة المسلمة في القناة وصاغت توجهات مختلفة تماما في إعداد هذا الوثائقي، وفي ركزت على جانبين أساسيين. أنت لو شفت الخط الرئيسي الوثائقي بعد كده همشي. نعم. أركز على جانبين أساسيين. الجانب الأولاني
ان عمليه التنصير وراها اموال وعربيات وشقق واغواء المسلمين عن دينهم، ووراها الى حد انك تتصور مافيا للتنصير، وان بعض المتنصرين نصابين. ودار يعني خطين الرئيسين، ان مافيا عالميه وراء هذا الموضوع، مافيا عالميه بمعنى مافيا عالميه، وان المتنصرين الجزء الذي اظهره لبيان الخط الرئيسي للتنصير نصابين، نصابين ويسعوا للاموال ويسعوا لهذا. ببساطه جديده انا عاوز اقول لك حاجه، اللي فشلت ان المخابرات العالميه، كل مخابرات الدول الاسلاميه وكل اجهزه امن الدول الاسلاميه في ال 56 دولة اللي بيسموها دول إسلامية، التي تطلق على نفسها دول إسلامية، أنها فشلت فشلا ذريعا، وحتى القضاء في هذه الدول فشل فشلا ذريعا، سواء أمن أو مخابرات أو قضاء، أن يثبت أن وراء التنصير أموال، أن وراء التنصير ميزات، أن وراء التنصير أي ميزة للي بيتحول إلى المسيحية. وثبت هذا الفيلم برؤية مفبركة، برؤية إعلامية مفبركة موجهة معدة مسبقا، حب إرسال رسالة إعلامية للملايين فيما فشلت إليه التحقيقات الحقيقية والأجهزة الحقيقية. أنا أتساءل، يعني البرنامج اسمه ما لا يقال، فوجئت بأنه يعيد ما يقال. طبعا. يعني مفروض به أن يتفرد ويبرز نظرة واقعية ومحايدة، فإذا به مجرد ما يقال وما يشاع عن المتنصرين، ولم يعرضوا الغرض الذي لأجله بدأ إنتاج الوثائقي. نعم. يعني عوض إظهار محنة المتنصرين صار إظهار يعني بالنماذج، يعني يحاولوا يبينوا أنه واحد كذاب، أنه واحدة يعني تتعرض لإغراءات مالية، أنه واحد في المغرب أنه يحاول يعني فيزا وما هل أنا أتساءل يعني، وأطلب من الناس يعني إيه ليه الكذب؟ ليه اللي وصلنا مش هو اللي انعرض على الوثائقي؟ في نظرك ليه؟ ما هو أنا زي ما قلت لحضرتك، إن حتى لو أنت شفت البي بي سي العربي نفسها وتتبعتها على سنوات، أخبارها ملونة. أنت لو رحت للبي بي سي إنجليزي ورحت للبي بي سي العربي هتلاقي فرق شاسع في صياغة الخبر، في كتابة الخبر عبر سنوات طويلة. أخبار من البي بي سي أنا أتصور أنها اتعملت في مكتب الإخوان المسلمين، وأخبار في البي بي سي أتصور أنها اتعملت في مكتب المخابرات العربية، فهي ملونة. هل هي توجهات طاقم القناة، أو هل هي في توجهات معينة؟ أنا لا أستطيع أن أجزم، ولكن أجزم من صياغة الخبر ومن صياغة الوثائقي ومن توجهات القناة. هذا أنا ماليش دعوة بإيه اللي ورا، أنا بشوف المنتج، مش النيات. أنا ماليش دعوة، ما بحاكمش النيات، أنا بحاكم المنتج بتاعهم. والمنتج بتاعهم، أنت لما يبدأ في حاجة زي كده يقول لك إيه، هجوم تبشيري، حربا دعائيه عبر الفضائيات، حربا تبشيريه، الجماعات التي تنشط في مجال التبشير، اتحداه ان يقول لي جماعه في مصر والمغرب، اتحداه ان يقول لي جماعه تبشيريه واحده في مصر او المغرب. ولم يسمي الجماعات، هو ده بيطلق معمم، ده رؤيه مفبركه. بالمناسبه انا اتصلت بعمر عبد الرازق وطلبت منه ان يشارك معنا في البرنامج، ويطلي بتصريح رسمي، وقال انه لا يستطيع حتى يأخذ إذن، ولما أعدت الاتصال به رفض أن يجيب مكالمتي حتى يكون الأمر. وطبعا أنا اتصلت بناس تانيين يمكن البعض منهم يشاركنا في هذا البرنامج في هذه الحلقة. المهم أنا سأعرض جزء أو مقاطع من الوثائقي حتى نكون نتحدث يعني بنماذج عن هذا الوثائقي. نعرض أول مقطع من الوثائقي. هذه الحرية فهمها البعض على أن اللحظة قد حانت لإظهار متنصرين ردا على أسلمة أخباط. مريم شابة مسلمة تنصرت وتزوجت من مايكل المسيحي بالمولد قبل عامين، يعيشان معا في منزل واحد مع مجموعة من المتنصرين. يعني زواجك الكنسي ده مش معترف بيه في الدولة؟ لا مش معترف بيه في الدولة، قدام المسيح معترف بيه. طب عايشين ازاي؟ عايشين في بيت واحد متنصرين متزوجين بس، بروح شغلي باجي من شغلي، مفيش اي حاجة تاني، بمارس حياتي طبيعية في الخفة. طب انت بتعيش حياتك بعيدة عن اسرتك صح؟ اه. لو عرفت اسرتك
مش هتفرق معايا، بس انا عارفه ان انا هتبهدل. يعني ايه ممكن يحصل لك لو اهلك عارفه؟ زي ما بيقولوا في الاسلام يعني. ايه ما انا معرفش، قولي لي انت. هيقوموا عليها الحد. حد هتتردم؟ يعني انا عارفه ان انا كده كده هم لو عرفوا ان هم هيموتوني يعني. ظهرت مشكلة جديدة، مريم حامل والقانون لا يعترف بالزواج، وسيبدأ الطفل القادم حياته بمعركة قانونية. طيب ايه المخرج مثلا في لو في أزمة؟ المخرج ان انا يبقى لي ورق. طيب مين اللي ممكن يعمل لك الورق ده؟ برضك مفيش حد. اكيد هيجي اليوم اللي ربنا هيخلي فيه حاجة، يعني حاجة زي كده، لان هو مش هيرضى ان في طفل جاي هيعيش كده في الدولة الإسلامية، ولا منه مسيحي ولا منه مسلم. طب أنت فكرت في الطفل ده إزاي هتتعامل مع حالته القانونية مثلا؟ حالته القانونية اللي ربنا يبعت، يعني ربنا ينزل لنا قرار، يجيب لنا قرار من الدولة إن أي حد مسلم عايز يغير بطاقته تكون مسيحية يغير، زي أي واحد بيأسلم بتطلع له بطاقة على طول. أصلا كنت مسلمة؟ أيوه. وتمصرتي وتزوجتي من شاب مسيحي بالمولد؟ أيوه. طيب انت عارفه ان ده ضد القانون مثلا؟ اكيد طبعا. ازاي متخيله حياتك بعد كده لما هو في طفل؟ هتبقى اوراقه ازاي؟ هيتعلم ازاي؟ هتسجليه ازاي؟ كل دوت برضك انا مش لاقيه له حل. يعني انا مش لاقيه حل لكل دوت. وبدور على حل، وبرضك انا عارفه ان انا مش هلاقي حل. طب هذه حالة من الحالات اللي عرضها الوثائقي، حالة مريم ومايكل، وطبعا عرض حالة ماهر الجوهري وهي غنية عن التعريف، وعرض حالتين من المغرب، حالة شخص لكن ركز فقط عن تفاصيل العبادة وازاي بيعبدوا بالسر ولم يتكلم عن تفاصيل المعاناة والاضطهاد اللي هو جزء كبير من اللي بيحصل في المغرب. يعني هل ألا ترى بأنه وفى جزء من أغراضه بعرض بعض من هذه الحالات؟ يعني هو عرض بعض الحالات، وأنا لا أنا قلت لك أنه لا، هو ما هو عامل الفيلم مش ممكن هيبقى بشكل مكشوف جدا أن هو ضد التحولات الدينية وضد الحريات الدينية، وهو بيعلن أنه مع الحريات الدينية، هو بيسألها يقولها ضد القانون. طب يعني الجزء الأساسي، يعني الفكرة كانت الأساسية كالآتي، والفكرة اللي عرضها كالآتي. الفكرة الأساسية في فيلم زي ده كانت كالآتي: ها المعاناة الرهيبة والاضطهادات والقتل اللي بيقع على هذه الناس، والهروب بجلدهم والتخفي يظهروه للعالم، يظهروه للعالم الألام. والحاجة الثانية اللي كان ممكن يظهرها، ده حاجتين أساسيتين: هذا الانهيار الرهيب في الحريات الدينية في الدول الإسلامية، هذه في التاريخ الإسلامي من أوله لآخره. يعني كان في التوجه الحقيقي لفيلم حقيقي، لفيلم حقيقي بلا شك بلا زيف، لازم ياخد محورين: المعاناة الرهيبة التي تصل إلى القتل والحرق للي يتحولوا إلى يتركوا الإسلام، سواء إلى المسيحية أو البهائية أو أي حاجة. والشيء الثاني الانحدار الرهيب والقيود الرهيبة على الحريات الدينية كما تظهرها المواثيق الدولية والتقريرات الدولية وكل هذا. هو ده عرض بدلهم إيه؟ بعض الحالات التي تظهر، ولكن عرض زي ما قلت لك الخط الرئيسي عكس كده. الخط الرئيسي ان سيارات وفيزات ودول ومافيا ومنظمات. بضع دقائق اعطيت للحالات اللي فيها معاناة، يعني حوالي 8 دقائق لو احصينا ماهر الجوهري وحصينا مايكل ومريم. ده رؤية معوجة. والفيلم 50 دقيقة طبعا، والباقي انا حشوف الباقي يعني في معوجة، رؤية معوجة، رؤية عكس بالضبط ما كان يقصده المنتج الانجليزي، العكس تمام. ايه تعليقك بانه قال ان اظهار المتنصرين جاء كرد فعل على اسلمة الاقباط؟ ده تصريح من المعلق نفسه. كلام فارغ. كلام فارغ، لان اولا الاسلمة، اولا التنصير، زي ما قلت لك ما فيش تبشير داخل الدول الاسلامية، لانه ما فيش منظمة المباحث ولا الأمن. أخرها الأسبوع الماضي قالوا في مبشرين وقبضوا على مجموعة في الكنيسة الإنجليزية في اسكندرية، طلعوا رحيم يفتقدوا مسيحيين.
يعني ما فيش تبشير بيحصل في الدول الإسلامية بالمعنى المفتوح العالمي ولا مفتوح الرسمي ولا مفتوح ولا مغلق. أنا بقول لك لا مفتوح ولا مغلق. التبشير قادم عبر الفضاء. التبشير هو نتاج العولمة، نتاج التكنولوجيا. التكنولوجيا الجديدة، نتاج الترابط الكوني، نتاج إنه مش قادرين تكنترول العالم حاليا، نتيجة قناة الحياة عندكم، نتيجة كل هذا. يعني جزء رئيسي عشان كده ركز عليها بشكل يعني هنجيلها بعد كده بشكل عدائي على قناة الحياة. صح. لأن هو واخد شكل عدائي بما في ذلك التوجيه عدائي تجاه المبشرون الجدد زي ما ممكن تطلق عليهم مبشرون. لكن حتى يعني رد البسيط، لو كان إظهار المتنصرين جاء كرد فعل على أسلمة الأقباط، ممكن دعني أقبل وجهة نظره، ودي وجهة نظر يعني صحيحة. غير سليمة، لأنه صحيحة. لو حصلت في مصر مثلا، ليه حصلت في المغرب؟ ليه حصلت في الجزائر؟ ليه حصلت في الأردن؟ ليه حصلت في بلدان لا يوجد فيها أقباط؟ الأسلمة في مصر دي 1400 سنة. أنت لو قريت تاريخ يعني ظهور المتنصرين الآن، أنا عرضت في خلال حلقات برنامج سؤال جريء حوالي وأكثر من 31 حالة اختبار، يعني بياخد الساعة ونص كلها، حوالي أكثر من 31 حالة من 9 بلدان عربية. طبعا. من السودان، من مصر، من لبنان، من المغرب، من الجزائر، من دول كثيرة. فليه يعني أنا شايفه يعني تعليق خارج الراجل يعني أولا ظهر المتنصرين ده بيعملوا زفة في مصر على مدى سنين طويلة. أنا شفت هذه الزفات اللي بتحول إلى الإسلام يعملوا له ضربكة وزفة وهيصة، فملهاش علاقة بين يعني إظهار التحول للإسلام هو دائم في كل وسائل الإعلام المصرية. خليني أذكر المشاهدين أنه ممكن تشاركونا بتعليقاتكم، بأسئلتكم، بكل شيء تريدون حول هذا الموضوع وحول نقط هذه الحلقة على الإيميل الذي يظهر على الشاشة. طبعا مكالماتكم مرحب بها، سنبدأ في أخذها بعد قليل. ونرحب أيضا بأي يعني مشاركة في هذا الإطار، أسئلة أو أجوبة أو تعليقات تخص موضوع اليوم ونقط هذه الحلقة. خليني أعرض الفيديو أو المقطع الثاني من الفيديو حتى نتابع النقاش. ما يميز قناة الحياة عن غيرها أنها تقوم أساسا على المتنصرين الذين يقدمون برامجهم أحيانا بالمشاركة مع القمص بطرس. من نجوم القناة أيضا المتنصرة المصرية أماني مصطفى والمغربي رشيد الفقيه. قضيت وقتا طويلا أتابع قناة الحياة، لمست غضبا تسببه لدى مسلمين ومسيحيين وعلمانيين اتهموها بإذكاء نعرة طائفية. هل تتابع قنوات القنوات المسيحية التي تبث بالعربية من خارج الوطن العربي وبعضها يقوم عليه متنصرون؟ الحقيقة نعم، أنا أتابع هذه البرامج وأرى هذه الشخصيات الوهمية التي يقدمها هذا البرنامج. فالحقيقة ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يقدمهم هذا البرنامج أو بعض هذه البرامج هم مسيحيون أصلا ويدعون أنهم مسلمون ورجعوا إلى النصرانية. هذا كلام غير صحيح. يعني الحقيقة هم لا يأخذون في رأيي إلا المتسولين من الناس، وهؤلاء موجودين في كل دين، وعندما كانوا مسلمين حتى لو كانوا مسلمين لم يكونوا إضافة للإسلام حتى نفرح بهم وحتى نحزن على خروجهم من الدين. نحن يسعدنا لو كانوا مسلمين أنهم قاموا بالتنصر. قناة الحياة تبث على مدار الساعة عبر عدة أقمار اصطناعية تغطي معظم العالم، أمر ولا بد أنه يكلفها الملايين من الدولارات سنويا. سوف أتصل الآن بأماني مصطفى وهي المتنصرة المصرية التي تقدم برامجها على القناة. لأسابيع وأنا أحاول مقابلة القمص زكريا أو لقائها. هلا صباح الخير، إزاي حضرتك يا مدام أمان؟ أنا اسمي عمر من بي بي سي في لندن. قلت لها إننا سنتجاوب مع ترتيباتهم الأمنية وتعهدنا بالحفاظ على السرية. كان الجواب لا. Okay, thank you. Bye bye. السرية التامة تحيط بقناة الحياة. لا وجود لعنوان مقر أو استوديوهات. وبحثنا المطول في السجلات الرسمية الأمريكية لم يقودنا إلى أي أثر لها. اكتشفنا أن بعض برامجها يأتي من كاليفورنيا. طيب هذا جزء من الوثائقي
تركيز كبير على قناة الحياة في كل الوثائق لدرجة أنه تحول إلى تعرف الباحثين عن الكنز طبعاً. تحول الوثائقي عوض إظهار محنة المتنصرين تحول إلى رحلة بحث عمر عبد الرازق إلى على قناة الحياة طبعاً. إيه يعني إيه سبب الاهتمام الغريب ده ويعني التركيز على الجانب المادي يعني أكيد أنه في مليارات تركيز على أين توجد قناة الحياة تركيز حتى ذكر كاليفورنيا كمكان محتمل لبث البرامج ولم يذكر إيه دليله يعني على الموضوع ده وحتى ذكر بعض الأشياء من هذا القبيل رغم أنه قال في الكلام اللي بعثوا لنا أنه سيلتزم بعدم إظهار الأماكن وسيلتزم بعدم إظهار كيف تثق في ناس وعلى فكرة هو شخص مسلم يعني إلهم دوافع أو إلهم مصالح في مهاجمة قناة الحياة ده واضح جدا إن هو كأنه أنا لما شفت الفيلم على بعضيه والتركيز ورؤيته ده بيصب في الرؤية الموجهة اللي قلت لك عليها وكأنه واحد مخبر أمني مش صحفي بيبحث عن الحقيقة واحد مخبر أمني بيتحرى هنا قناة الحياة وجدتها زي ما قالها نيوتن وجدتها هنا تبث قناة الحياة أيها المتطرفون هنا قناة الحياة اقتلوهم من هنا ويعني أنا أقول له يعني يأسفني أن بحثك في شنك لكن هنا هو داير وحتى لو أنتوا تقابلتوا معاهم وعملتوا معاهم من كان سيضمن يعني حسنا أنكم في هذا لأنه نحن رفضنا كليا لأنه طلبوا أن يصوروا في بيوت المضيفين طلبوا يصوروا في الاستوديوهات طلبوا في الأخير يتساءل يقول يعني أبدو تحفظا لم أعرف له سببا يعني وكأن الشخص لا 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 والمفروض أن الوثائقي لإظهار المعاناة اللي بيعاني منها المتنصرين وبيقول لك أنا مش عارف السبب ليه بيختفوا حسب رسالتهم جايين يساعدوا الناس اللي تحولوا المفروض حسب رسالتهم جايين يساعدوا الحريات الدينية وحسب توجهاتهم وحسب ما أظهروه عكس كده تماما لدرجة أنه مش بس هنا قناة الحياة لا ده قناة عنصرية قناة خطاب تمثيل جديد أنا جاي للنقد دي لكن كويس أنك ذكرت أقول لك أنا بس ما كتبه حتى على الموقع البي بي سي أنه مش بس عملوا هذا الموضوع ده عملوا كوتيشنز انتقائية من القناة وترجموها وبعتوها لجويس ماير وذكر هذا هو هنا ليس صحفيا او ريبورتر هو حاجتين يا مخبر امني يا محامي عن الاسلام محامي عن الاسلام بمعنى ايه محامي عن الاسلام وقدمنا نماذج مما يقوله القمص بزكريا وبطر اهو وفقا كتبه هو نفس الشخص عمر عبد الرازق يوم 22 مايو وقدم الفريق الى المسؤولين نماذج من برامج القمص التي قدمتها الحياه مطالبا جويس ماير باضاحات للعلاقه الملتبسه يقول لك علاقه ملتبسه بين وبيطلق احكام قيمه يعني ايه علاقه ملتبسه يعني إيه لا عمل اللبس حتى لبس كلمه يعني لا كلمه مخابراتيه لا كلمه مخابراتيه بمعنى ايه لبس يعني في غموض في أمن في عمل في خفاء في سر في عمل سري في عمل مافياوي يعني كلمة مافياوية فهو تهديد إظهار العنصرية إظهار الجانب الهجومي الواضح إظهار الجانب التآمري ترجمة كوتيشنز وأرسالها لمؤسسات صديقة كل ده لمؤسستكم يعني كل ده في إطار خطة موجهة رؤية موجهة أنا جاي هو ما بعتناش أي حاجة هو طلب مننا مقابلة ورفضنا لكن بعد هذا ذهب إلى منظمة جويس ماير التي تبث برامجها وتدفع ثمن البث يعني ولو ما عاجبش المسلمين ومش عاجب عمر عبد الرازق يعطوها البث على البي بي سي واعتقد هتدفع لهم يعني غريبة إذا طلبت يعني قناة خالد من قناة أزهري مثلا خالد الجندي الشيخ خالد الجندي أنا بطالب الشيخ خالد الجندي إن يديها إير تايم وتدفع له زي ما بتدفع لأي قناة هي هو المسألة مش كده المسألة هو وأنت بتلف الطريقة المعوجة هي يلف ويدور لهدف هو حطه من الأساس ملوش علاقة بالبحث عن الحقيقة إيه علاقة ده بإظهار معاناة المتنصرين مش عارف ملوش علاقة هو ده بالعكس استهداف هو مش بيقولك أنا بقولك قناة الحياة أحد أوجه التبشير الجديدة في ظل العولمة هو استهداف لهذا الاتجاه وليس مساعدة للحريات الدينية في المنطقة العربية خلينا أظهر جزء تاني من الفيديو حنكمل بعده النقاش بعد قليل
تأكد لنا أن القناة ترتبط بعلاقة ملتبسة مع واحدة من أكبر الجماعات الإنجيلية في أمريكا. أنا في سبوك كين بولاية واشنطن بالغرب الأمريكي. منظمة جويس ماير أبلغتنا كتابة أنها لا تملك سلطة على السياسة التحريرية لقناة الحياة، لكنها أقرت أيضا أنها تشتري حوالي ثلث ساعات الإرسال من القناة. على باب مقر المؤتمر تحدثت إلى بعض الحضور، معظمهم من النساء. Well, do you know about her international activities? For example, what she does on the international, what she does on the international arena? It looks like she does a lot of outreach and amazing things. What if I told you that Joyce Meyer is supporting an Arabic TV channel that puts blasphemous and racist remarks against Muslims in general? I wouldn't support something like that. So. I'm not really into that. So. في المرحلة النهائية لإعداد هذا الوثائقي تلقينا ردا مفاجئا من منظمة جويس ماير. أكد الرد وجود شراكة بين المنظمة وقناة الحياة، لكنه نفى مجددا وجود أي سلطة إشرافية للمنظمة على برامج القناة. أما المفاجأة الأكبر التي احتواها الرد فقالت: نحيطكم علما وحسب معلوماتنا فإن هذا هو الشهر الأخير في حياة برنامج القمص زكريا بطرس على قناة الحياة. انتهى الرد. هذا جزء آخر. سؤالي لي، ما رأيك في المحاولة التي قام بها مقدم الوثائقي محاولا أن يظهر من خلالها وكأنهم هم اللي عملوا ضغوط على منظمة جويس ماير وهي اللي وقفت برامج القمص زكريا؟ يعني ده تلميح يعني باين انه وكانه يريد ان يظهر وكانهم هم السبب، عاوز يظهر اهميته كمان للجهه، لجهات محدده. انا وقفت لكم برامج القمص زكريا بطرس. نعم. طبعا الانتصار الوهمي، وكتب كده لعلمك للاسف في خبر. هل ممكن تقرا ما كتبه؟ كتبه يقول لك ايه: وتناقلت عشرات المواقع الالكترونيه والصحف الانباء التي اذاعتها البي بي سي على خبر توقف القمص زكريا، ولكن القمص تجنب في حديث عبر غرفته في موقع البالتوك الأسبوع الماضي الإشارة لعلاقة برنامج متنصرون بهذا القرار. يعني هو تصور أن البرنامج اللي عمله، أن هو اللي عمله له علاقة بوقف برامج القمص زكريا صح. بطرس على قناة صح. الحياة، وحسنا فعلتم، أنه خلاف إداري بين خلاف إداري بيحصل بين كل الناس. هو تصور أن البرنامج بتاعه هو اللي وقفه، وتصور صح. أن البلاك ميلينج الابتزاز اللي عمله لجويس ماير صح. وأن يترجم كوتيشن وهو مش دوره. نعم. ويروح قدام جمهور يقول عنصرية ومش عنصرية والكلام التوصيفات اللي تعرضوا للمسألة القانونية. هو تصور ان هذا هو حقق عمل كبير جدا، سبقه رهيب. الدول الاسلاميه كلها بمخابراتها بجهازتها بشيوخها باجهزتها ما قدرتش توقفه، فسيادته راح لحد كاليفورنيا وقال كلمتين وطلعهم في التلفزيون، ان هو ومره يقول لك ان واخد 20% في الخبر اللي اذاعه، وفي الوثائق يقول 30% الثلث، ومش عارف الفرق بين الثلث وال 20%. خليني أقول أيضا أنه في مقال له عمر عبد الرازق على موقع البي بي سي وما زال موجود، ويقول عنوان المقال: ما لا يقال، القمص زكريا بطرس يؤكد ما كشفه برنامج متنصرون. قال تحت في علاقة شراكة: وردت جويس ماير في بيان للبي بي سي مشيرة إلى أنها تشتري إلى آخره. أولا ذي كذب صريح على القناة، لم تبعث أي بيان، كانت مراسلات ما بين منظمة جويس، وعندي نسخة منها على فكرة، ما بين منظمة جويس ماير وما بين المسؤول عن القانوني مارك، يعني اللي هو المسؤول عن البرنامج، ولم تكن بيان. ده أول شيء. ثاني شيء أنهم لم كان عبارة عن انترفيو، يعني عبارة عن لقاء، سؤال وجواب، سؤال وجواب، لم يكن باين. بعثت البي بي سي أسئلة، المنظمة جاوبت على هذه الأسئلة، ومن بينها كان سؤال عن برامج القمص زكريا، فتجنبوا الجواب وقالوا: على فكرة سألنا عن هذه البرامج، قيل لنا
من طرف مبعوثنا أنه توقفت، فلا داعي يعني بمعنى آخر لا داعي للجواب على السؤال طبعا، فلأنه جاء في نفس التوقيت، وفي الحقيقة حصلت حتى قبل وجود يعني حصل إنهاء العلاقة ما بين جناب القمص وقناة الحياة قبل أن يكون برنامج متنصر. نعم نعم. لكن عايزين يثبتوا لنفسهم. ما هو بحث عن بطولات بقى وادعاءات بطولات. بطولة فارغة. هو يعني. هو كله يعني جزء حتى في اختيارهم الضيوف حتى في. طيب أنا عايز أسألك سؤال صريح، إيه الجوانب اللي ركز عليها الوثائقي، إيه الجوانب اللي أغفلها؟ أنا قلت لك إن الجوانب اللي أغفله أول حاجة إن أغفل إنه لا يوجد تبشير في الدول الإسلامية، ما فيش هذا التبشير في الدول الإسلامية لأن هي ببساطة الأعلى قيودا على الدين يعني. لكن موجود خليني يعني أناقشك في هذا الرأي، موجودين مبشرين ما بيعلنوش عن هوياتهم في البلدان الإسلامية بنظرا لأنه ممكن يتعرضوا مبشرين مش ممكن مثلا واحد للمغرب ويمشي هناك ويقول أنا جالس في المغرب بناء على أني مبشر. مسلمين سابقين؟ لا يعني مبشرين غربيين؟ نعم. بيعملوا إيه؟ حتى مبشرين سابقين يعني اللي بيصير فينا مثلا، أنا لما كنت في المغرب أمنت بالمسيح كنت ببشر يعني، بس مش وظيفتي مبشر، أنا عندي عمل وعندي مهنة، لكن أنا بصفتي مؤمن أنا مبشر بالمسيح. في ناس تانيين من دول مختلفة بيعيشوا في دول ومسيحيين بيقوموا بوظيفة التبشير، ربما مش على نطاق واسع نظرا للاضطهاد، نظرا للمنع، نظرا للسياسات. أنا في تقديرك حالة مصر ما فيهاش مبشرين خالص، الأقباط مش مبشرين ولا كنيستهم مبشرة، عشان أجيب لك من الآخر يعني عايز أقول بصفة عامة، بصفة عامة بصفة خاصة، إذا كان في فرد ولا اتنين لم كل اللي قبضوا عليهم وقالوا انهم مبشرين لم يثبت انهم مبشرين. القضايا انا بقى اللي بمسكه في ايدي ما هو ما ينشر، ما القضايا المطروحه، كل اللي مسكوهم وقالوا عليهم مبشرين لم يكونوا يبشروا اي حد. لكن حتى لو كانوا مش من حقهم يعني. انا من الناس اللي بتبنى ان ما فيش تبشير في حاله مصر، ما فيش تبشير، ما فيش تبشير منظم، ما فيش مؤسسات تبشيريه، ما في التبشير يعني غير مسموح لوجود مؤسسات تبشيريه تعمل في اداره التبشير. نهاية نهاية. اولا ما تغفله هذا الرجل، لو عاوز فعلا لم يذهب الى السجون والمعتقلات ومقرات، لم يذكر اي واحد مسجون فعلا. انا اقول له في 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 قسم في سجن القناطر الخيريه وفقا لاسم الدقي، سهام اسمها بالمسيح كريستين، عزيزه اسمها مريم، واحدة تالتة اسمها ليلى أبو السعود. الاثنين الأولين اتهموهم أنهم زوروا حاجة أوراق عشان يتحولوا أوراق، ما ذكرش هذه الأمور. التقرير الطب الشرعي أثبت أن ما فيش تزوير، وما عزا ديلهم شهرين بيجددوا لهم حبس من قسم الدق، وأنا بعت لهم محامي محمود الزهيري وقال لي تقرير الطب الشرعي ما فيش تزوير. طب بيجي الامر من مبحث ان الدوله باعتقالهم عشان سهام وعزيزه تحولوا المسيحيه. حتى ليلى ابو السعود ما تحولتش المسيحيه، مجرد واحده وشايه حبسينها بدون سبب، ما سالش مسؤولين حكوميين ليه ما بتسهلوش الاوراق للناس اللي بيغيروا، ليه بالمقابل بتسهلوا المسلمين ولا عمل لا 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 كده. لا بقول لك انا هو حالات اهي في السجون، في المعتقلات وفي السجون. وعلى فكره انا بنبه الناس اللي بيتحولوا الى المسيحيه في مصر في من حاجه ومن الدول العربيه بالذات في حاله مصر. أيوة. ان هناك بعض المحامين حتى منهم محامين اقباط بيبلغوا عنهم، لان ده ملف خطير جدا، متصلين بمباحث امن الدوله بيدوا الكيسز لمباحث امن الدوله، فبتيجي تعتقلهم وتعذبهم. يا جماعه ما فيش حد يقول لكم هطلع لكم ورقه عشان تسافروا بره في الخارج، انسوا الكلام ده، احنا ما علينا. لا 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 لا, لا معلش ده لا ده تعليق، انا هقول لك على الوثائق لان ده حاجه خطيره جدا. في ناس بتزور موجهه توجيه بتزوير اوراق لهم عشان يلبسوهم قضايا تزوير، لان وفقا للتحول ما فيش عقوبه، في بيدخلوهم السجون بلا عقوبه بمعنى غير مستند طبعا قانونيا، ما فيش قانونية في مصر، فعاوزين يلاقوا لهم تهمه قانونيه. فاما يخلوا حد يزور لهم يا اما يتهموهم بالتزوير. وحالات القتل لم يذكر اي حاله قتل الناس اللي قتلوا او عذبوا في السجون او تم تعذيبهم بالكهرباء او تم يعني التعدي عليهم كذا حاجه، والناس اللي في مستشفيات الامراض العقليه طبعا ولا حاله ذكر. انا عندي حاله، واحد حرق بنته في المنيا، طالبه في الكليه في اولى كليه، ولم لا يوجد تبشير هناك، هي تحولت بنفسها
يمكن من عن طريق النت او من عن طريق الفضائيات. جابها وحرقها، شابه صغيره في اولى جامعه اولى كليه حرقها. زينب عبد العزيز ابو اللبن اللي هي مرسى سمايل دي، مش بس القاضي هددها وقال لها في قضيه معروفه لو معايا سكين كنت قتلتك، لا ده اغتصبوها جنسيا. اغتصبوها بامر من الـ من الـ من المباحث هناك، اغتصبوها جنسيا. ماذا فعل الستيت ديبارتمنت؟ تقارير الحريات الدينيه اللي طالع من الخارجيه الامريكيه ذكر اغتصابها جنسيا والاعتداء عليها جنسيا. تقرير المنظمه الهولنديه اوبن دورز ذكر انها اغتصبت جنسيا والقاضي هددها بالقتل في المحكمه. هل هو راح لحالات زي كده في المغرب في حالات ايضا في السجن وحالات تستنطق وحالات يتم ضربها ولم يذكروا؟ فقط ذكر لي شخص مش عارفين حتى مين هو يعني، وذكر لنا انه في فلوس عربياته يعني بازو. يعني ال- 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 الوثائقي منحاز بشكل رهيب. انا شخصيا كشخص متنصر من خلفيه اسلاميه اجد يضر بي ويضر بقضيتي، وكشخص في قناه الحياه اجد موجه ضد قناه الحياه طبعاً. في حين ان القنوات الاسلاميه اللي بتهاجم المسيحيه بالعشرات. خلي بالك وصفك بالعنصريه ولم يصف جيش صح جيش من القنوات الاسلاميه باي كلمه، وما ذكرش الدكتوره بيقول لك علشان اللي بيقول لك متسولين الاخ انا حاجه جاي خالد. على خالد الدكتور ايناس رأفت السعيد لم يذكر الاخ، ما ظهرهاش في السجن، مسجونه في اكتوبر 2009 سجنوها وجابوها من مطار القاهره، مدرس مساعد دكتوره في معهد بحوث الحيوان في مصر، طبيبه بيطريه في مصر طبعا. ما ذكرش طبعا انا عارف عده اباء كهنه بمجرد خلي بالك بمجرد عمدوا ناس جم سجنوا اضطر البابا شنوده ان يطلعهم بره عشان وعندنا الكاهن اللي يساعد الاخت مريم التأس وهبه مسجون خمس القمص والقسم التأس وهبه اللي زوجها يعني ما كانلوش الدخل لا في الاوراق ولا وهنا في اوروبا وهناك في امريكا من هم انا اعلم ذلك ان هناك عده كهنه هربوا من مصر نتيجة هذا الموضوع. خليني أبدأ في أخذ مكالمات حتى يكون نقاش نعم. أكثر حيوية مع نعم. الأخ لؤي من إنجلترا. أهلا بك. تفضل أخ لؤي. أيوة مساء الخير. مساء النور تفضل. حضرتك أنا لؤي كابتن بحار بمسي على مقدم البرنامج وضيوفه الكرام. الله يخليك. ولو سمحت لي أمسي على المخرج وكل العاملين في البرنامج. أشكرك. ولو سمحت لي هي تمسية شخصية على 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 المخرج على صديق العزيز المسيحي الأستاذ كمال لويس مدير شركة الأمن في نورس إيلينك، كما لي تمسية شخصية على صديقي أبو يا أخ هو برنامج تمسيات. لا معلش حضرتك دي يعني أنا كلمتك قبل كده لو تفتكرني يعني في اختبار الأخ وجدي يعني. طيب بس احنا يعني ياريت شاركنا في الموضوع يعني ده مش تمسيات المشاهدين يعني. أنا هكلمك في الموضوع حضرتك يعني وبعدين انت عندكم يعني الله محبة يعني احنا عشان ننشر المحبة في كل أنحاء العالم يعني. بس ده مش موضوع اليوم يعني مع الأسف حتى لو تقول أنا موضوع اليوم شيق جدا. لا أنا موضوع اليوم شيق جدا ولذيذ جدا خلي بال حضرتك وأنا عندي علم بيه جدا جدا يعني حضرتك بس اديني فرصة. أنت المرة اللي فاتت قطعت عليا وما ادتنيش فرصة للكلام. يلا تفضل اتفضل. طبعا فعلا. كل الكلام اللي بتقولوه حضرتك جميل جدا جدا نعم. ما فيهوش اي نقاش خلي أشكر. بالك بس بعد حضرتك انا هقول نقطه صغيره بعد اذنك يعني بس خليني يعني معلش اتفضل يا سيدي اتفضل الموضوع انت بتسارع نفسك يا اخ لؤي يعني انا فضل. ولا وقفتك ولا قطعتك ولا اي شيء يعني بتقول خليني وانا عايز اعبر واسمع حضرتك لان انت حضرتك ما بتوقفنيش انت بتتك على الزراعة على طول وبتقطع. طيب اتفضل. بعد اذن حضرتك انا بمسي كمان على الاستاذ خالد الاليوبي مدير مكتب. اشكرك الله يخليك يعني لحد الآن ما سمعناش جملة مفيدة نعم. كلها تمسية نعم. أخت أميمة من أوروبا أهلا بك. أشكرك أخ رشيد أنا مش هضيع الوقت أنا كنت عايزة سلام المسيح الأول سلام المسيح ربنا يبارك ويحفظ يا رب. أشكرك. كنت عايزة أتكلم في نقطتين نعم. أخ رشيد تفضل. أولا فين ضمير
الأخ اللي عمل أعد البرنامج عن المتنصرين. دي ناس تعبانة جدا جدا ومن سنين قديمة. على فكرة أنا متنصرة من زمان، من أكتر من 20 سنة. والناس دي تعبانة جدا جدا. أنت يا صحفي يعني فين ضميرك؟ فين المحايدة اللي عندك؟ ليه ما تساعدش الناس دي وتكون محايد ولا معاهم ولا عليهم؟ صح. ليه بس؟ ليه يعني بتحاول بالطريقة دي؟ وبعدين انت بتشتغل مع البي بي سي، المفروض ان دي قناة محترمة، ولا عشان بتتكلموا عربي يعني وهم مش فاهمين قوي انتوا بتقولوا ايه ومش فاهمين الكالتشر اللي انتوا جايين منه؟ صح. يعني خدوا بالكوا، انتوا بتتكلموا في حاجة في معتقد الناس. صح. الناس دي اختارت صح لنفسها، اختارت غلط لنفسها. انتوا مالكوا. والنقطة التانية، الدولة دلوقتي اللي بتجبر مواطنيها علشان تعيش حياة يعني اللي هم عايزينها وحقوقهم، مش بياخدوا أكتر من حقوقهم. الست عايزة تختار الإنسان اللي تتجوز، وهي بقت مسيحية وعايزة تتجوز واحد مسيحي. ليه الدولة تجبرهم إن هم يزوروا علشان ياخدوا يعني حقوقهم اللي كفلها لهم الدستور أو القانون؟ هم مش بيزوروا علشان ياخدوا حاجة أكتر من حقهم، علشان ياخدوا حقهم. صح. فين ضميركم يا ناس؟ أنا بطالب بصراحة كتير. بصراحة أخت أميمة قلتي كلام كتير كنت عايزة أقوله، ولأنه إحنا جايين من نفس الخلفية، بنشعر ببعض وبنعرف معاناة بعضنا البعض. لكن أنا بطالب كل المتنصرين في العالم دلوقتي اللي بيشوفوا القناة، يذهبوا على موقع البي بي سي، يبعثوا استيائهم الشديد من التحيز الواضح والدفاع الواضح عن الإسلام ضد المتنصرين، محاولة تشويه قضيتهم وسمعتهم أمام الرأي العام. للمدير الإنجليزي لازم نبعث إيميلات ونبعث فاكسات ونعبر عن احتجاجنا للإدارة الإنجليزية حتى يراجعوا موقفهم، لأن هذا عمل بشع ويخل بالمهنية وملوش أي مصداقية قدامنا، على الأقل لأنه عمل موجه بكل المعايير. صح أخونا رشيد، ويكون كده مشاركة إيجابية. الله يخليك، أشكرك أختي أميمة، ربنا معكم يبارككم يا رب. ربنا يخليك. نأخذ الأخ زياد من لندن، أهلا بك أخ زياد، تفضل. ألو، مساء الخير. مساء النور معكم. سلام المسيح معك حبيبي. في شغلة هون بسيطة. نعم. الشغالين في البي بي سي القسم العربي هما مجموعة، أي حقيقة في العرب اللي عايشين في بريطانيا. نعم. هما مجموعة من الحصالة. لا 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 لا، بس يا أخ زياد، مش عايز أصف أي شخص بأوصاف قبيحة، أنا بتكلم بمهنية عن عمل مهني يعني. صحيح. خلينا في الجانب المقابل، ما نكونش متعصبين نقول كلام رؤية موضوعية مش موزون يعني. لا ما بنقدرش نطلق عليه أحكام قيمة ونقول ده حتالة وده مش عارف ايه. لا نطالب بحقنا لكن بأسلوب. أنا أحكي على الصحفي، أنا أحكي على المجموعة العربية. لا لا ولا توصف المجموعة، لا يحق وصفهم بهذا الوصف. أنا مثل ما تفضلت، أنا اتصلت في البي بي سي وحكيت مع المانجر الإنجليزي. نعم. وخبرته بأنه دست أنفير لهذا البروغرام. صح. وخبرني أنه هو راح يعمل تحقيق بالموضوع، راح يخبر الناس. كويس. وهذا كده بدهم يخلصون. لا لا لا، كويس كده. أنك عملت عمل هو إيجابي. هو عمل إيجابي. ممكن تبعت احتجاج عبر الفاكس وعبر الإيميل، لأنه ده بيساعد. لكن أنه نطلق عليه أحكام قيمة ده ما بيساعدش في أي شيء. نعم. ده طبعا مجرد يعني شتيمة يعني. نعم. ما بتساعدش في الموضوع. وخطأ. لا هم كمان لازم يعرفون وزنهم يا أخي. لا 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 أنا بختلف معك. وأنا بس خبرك انه انا متاكد انه كلهم بيشوفوا البرنامج عشان يعرفون موقعهم من الاعراب. لا اشكرك، لكن رغم ذلك انا مصر على موقفي انه لازم ننتقد باحترافيه وبمهنيه. نعم. اشكرك انا مصر انه هم حثاله. لا 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 لا، لا 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 لا، اشكرك مرفوض الكلام، لفظ ده مرفوض. اخ يوسف من فرنسا، اهلا بك. اهلا اخ رشيد. اهلا اهلا، لو ممكن تخفض صوت التلفزيون حتى ما يكونش في صدى ورا. اوكي اخ رشيد. نعم. عندك أخ رشيد، أنت وضيفك. أشكرك. أخ رشيد عندي مداخلة. تفضل. لقد بيّنوا لنا أن المسيحية هي دين الحق. نحن نعيش في أوروبا. نعم. مع المسيحيين. صح. لم نرى أي احتذاء إلا في الدول الإسلامية. صح. وأخيرا
الجزائر هتبني أكبر مسجد في أوروبا بمارسيليا. صح. لماذا هذا تهجم على المسيحيين؟ نعم. والشيخ خالد الجندي. نعم. أم ديريك سيدي كريمينال لكريتيا. بيقول عننا مجرمين. لا هو ما بيقولش مجرمين، ده كلامك يعني، انت قلت كريمينال يعني مجرمين متسولين. لا هو بيقول عننا احنا اللي تركنا الاسلام، بيقول عننا متسولين يعني ملناش قيمة، وحتى ان تركنا الاسلام هو مستغني عننا. مش عارف هو ممكن يقول لنا الشيخ من هم اللي عندهم قيمة في الاسلام عشان نعرف مين ناخد من العالم الاسلامي، لانه لو يقصد الامية احنا متعلمين والحمد لله الحمد للرب أخ رشيد. طبعا. وفي العالم العربي في 100 مليون تقريبا، ثلث العالم العربي أمي. ولو يقصد المتسولين اللي ما عندهمش فلوس، التسول ظاهرة كبيرة في البلدان الإسلامية وكلهم معدودين مسلمين دلوقتي، فيستغني عنهم ويبعتهم محل تاني ويقول دول مش مسلمين. حيطلع المليار وشوية من المسلمين اللي بيقولوا عنهم مسلمين، حيطلع يمكن بضع عشرات أو بضع مئات أو بضع آلاف من الناس اللي بيعتبرهم الشيخ الجندي أنهم مسلمين. نعم أخ رشيد، ونحن مع كل هذا الشيء نحن متمسكين بالمسيحية والحمد آمين. للرب آمين. أحب من أحب وكاره من كاره. آمين. نعم. آمين. أشكرك أخي. والحمد للرب. أخي يوسف. وأشكرك أخ رشيد. أشكرك. نعم. خلينا نأخذ الأخت ريتا من الولايات المتحدة. أهلا بك. مساء الخير. سلام ونعمة أخي العزيز رشيد. سلام ونعمة أخت ريتا، مبسوطة أسمع صوتك. الرب يباركك ويبارك حياتك ويبارك ضيفك الكريم. أشكرك. البرنامج كتير حلو. أنا بسرعة حتى مش راح أخذ وقت. فضل. عندي أشياء ألمتني من الفيلم اللي عرضته حضرتك. نعم. في الفيلم الوثائقي كم نقطة بقولها بسرعة. نعم. النقطة الأولى، طبعا الفيلم فيه أشياء مضحكة ومؤلمة بنفس الوقت. صح. عندما عرض عمل المكالمة التليفونية مع أختي الحبيبة أماني. نعم. ليش المكالمة كانت فقط ما ظهر صوت أماني وبس صوت الأخ المتكلم من جانب واحد؟ بل بالعكس، أنت مرة من المرات من عملت مكالمة مداخلة مع الشيوخ الإسلام وضعت صوتك وصوته بشكل واضح حتى المستمع بيصدق ويشوف الصوت. فهي أول النقطة الأولى اللي هي يعني ما بقدر أقول يعني شو قصدك يعني أنه ما اتصلش بيها؟ أي واحد أي إنسان ممكن يقول نفس الكلام. وين لا هو فعلا اتصل بأخت أماني، احنا عندنا أخبار مؤكدة هو فعلا اتصل بيها. ليه ما صوتها ليه بيطلع؟ لا هو مش مسموح له يطلع، لأنه رفضنا أنه نشارك في البرنامج أصلا، لا الأخت أماني ولا أنا ولا غير يعني. هو رفض يعني حججها لكن الغرض هو مش ده يعني. ليه تحول البرنامج بحسب الورق اللي بعتولنا الغرض منه إظهار معاناة المتنصرين، صار وكأنه رحلة بحث عن مين بيساعد قناة الحياة، مين بيشتغل في قناة الحياة، فين بيشتغلوا قناة الحياة، يعني صار وكأن الشخص عامل عمل مخبر مش إنسان بيعرض وجهة نظر ويترك المشاهد يقرر فيها. صح. النقطة الثانية بيقول إن المتسولين من المسلمين هم الذين يقبلون الإسلام. هذا الشيخ خالد الجندي. صح. يا وأنا بقول له بل بالعكس، إن الباحثين الحقيقيين هم الباحثين عن الحقيقة الذين تعامل الرب معهم. صح. فقط. صح. كما حدث معك عزيزي أخي رشيد وكما حدث مع أخوتي. صح. وإخواني وأنا واحدة منهم. المتسولين من المسلمين يبقون متسولين ولن ينالوا شيئا. بس الرب يسوع المسيح مش لفئة معينة من الناس، ممكن واحد فقير يعتنقه، ممكن واحد غير متعلم يصير تابع للمسيح، وممكن واحد متعلم. كل الفئات بتؤمن بالسيد المسيح، ما بنحتقرش أي فئة، لكن الشيخ خالد الجندي بيحتقر فئات معينة من الناس، وهذا هو العنصرية بحد ذاته، أنك تنعت فئة معينة لأنه تركت الإسلام، فأنت تغط
وصار عندك حقد عليهم وامتناعاتهم يعني بنعود فظيعه، ده اللي حاصل معاه بكل بساطه. بالضبط. وبعدين الفيلم بدهم بيبحثوا عن مبنى القناة الحياة، ليه هم بيبحثوا المبنى؟ صح. لغرض واضح، لغرض بدهم يقتلوا الناس، يهدم المبنى، بدهم فقط هدم وقتل. طبعا. لأنه صوت الحق صار طالع من من من, من قناة الحياة ومن هذا البرنامج، صار مصدر رعب ألم وشوكة، صار شوكة في الإسلام. صح صح. أشكرك أختي ريتا، أشكرك على المشاركة. يعني إحنا قدامنا يعني 5 دقائق على إنهاء يعني الساعة الأولى من البرنامج، وعايز أسأل سؤال يعني في هذا الإطار. في لقطة من اللقطات يمكن نعرضها دلوقتي بعدين نيجي للتعليق عليها، نطلب من المخرج يعرضها. أنا ليش أنا عفوا قلت لي عتب على الأخ عمر؟ لأنه لغة التبشير، أنا كشخص متخصص في الموضوع عندنا في الأردن هنا حتى في مصر، أخي عندنا مشكلة كبيرة جدا، كثير من الذين يذهبون يسلمون يتعرضون لمحاولات القتل في الأردن وفي مصر، ونعرف أشخاص يطلق عليهم الرصاص ويهددوا ويجلدوا ويسلخوا ويتهموا. أنا بعرف شخصيا عدة أشخاص مشهورين جدا وموجودين وتعرضوا للقتل، وبعضهم قتل من المنصرين وكثير من الجمعيات التنصيرية الأمريكية الإيفانجيليكية. يعني الدكتور أمجد يقول، هو من الأردن، يقول أنه نفس الشيء بيحصل للمسلمين، بالعكس في مسلمين بيتقتلوا، في مسلمين بيضطهدوا من المنصرين، يعني ده كلامه. إيه تعليقك ده في النقاش اللي تبع الوثائق، لأنه كان في نقاش؟ تفضل. طبعا يعني غير صادق بالمرة، يعني احنا الحالات اللي بتقتل وتذبح وتسجن وكده، يعني في كل هذه الحالات بنعرض اسمائها ومواقعها والحكومات اللي بتعملها وكده. صح. ما ذكر لنا ولا اسم لا طبعا، ده هو ولا مكان، هو غير صادق، وقال انه مشهورين. غير صادق بالمره، غير صادق بالمره، ما عندوش حاله واحده يعرضها، ما عندوش كيس واحد يعرضه، ولا عنده حاله واحده. ثانيا، السلطات الإسلامية في الدول الإسلامية باعتبارها حامية للإسلام وحامية للدين الإسلامي كتوجيه رئيسي في الدول الإسلامية، بتتغاضى عن لما واحد يتحول إلى المسيحية، بتتغاضى عن قتله، ما تعتبرهاش جريمة. وفي كل الحالات اللي اتقتلوا أو اتحرقوا أو ما اعتبرتهاش جريمة. في العكس بقى، لو حد قتل عشان يتحول الإسلام هتبقى جريمة كبرى، جريمة كبرى، وكانت أولى الناس أن تعرضها هي سلطات الدول الإسلامية، لم تعرض هذه السلطات الدول الإسلامية. في النقاش ذكرت المقدمة أنه في 3 دول تحكم بالإعدام على من يتنصر، السعودية واليمن وشمال السودان. نسيت طبعا الصومال، نسيت بأنه في كل البلدان الإسلامية حتى لو كان القانون لا يقتل، أنه ناس قتل طبعا، طبعا. موريتانيا مثلا طبعا، طبعا، طبعا. في مصر حصلت حالات قتل، في الأردن أيضا حصلت حالات قتل، في الكثير من البلدان، وكان ممكن يعني يعرضوا هذه الحالات. يا شيخ الغزالي نفسه أكبر الشيوخ في مصر راح المحكمة في قتل فرج فودة وقال لك إنه مرتد ومن حق العامة أن تقتله، أي حد يقتله. صح. وقالوا له طب لها عقوبة في الإسلام أن يقتل؟ قالوا لا، ده افتئات على السلطة وليس لها عقوبة في الإسلام. يعني من حق أي مسلم في الدنيا دي كلها أن صح. يقتل المرتد بدون عقوبة في القانون الإسلامي. صح. وحتى الآن اللي قتلوا فرج فيش حد بيتعاقب. صح. فيش حدش بيتعاقب في الدول دي. صح. كنت يعني من المفروض أنك من المشاركين في النقاش اللي تبع الوثائقي. أنا حاجي أسألك هذا السؤال، لماذا تم استبعادك في آخر لحظة؟ لكن بعد هذا الفاصل. لم يأمر بقتلي أحد، انتشرت العربية زي ما محمد كان يقول، مسيح بيحبها، مسيح جاء ليخلصها ويبنيها. لو كنت إله المسلمين يا رب شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ برنامج سؤال جريء، حوارات بناءة،
في ناس كتير بيفتكروا انه احنا خاينين، احنا ما بنحبش بلدنا، ما بنحبش شعبنا، لكن هذا خطأ. أسئلة جريئة، هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ قضايا ساخنة. إن أنا ومراتي أمنا بالمسيح عن اقتناع، وحنفضل مؤمنين بالمسيح عن اقتناع. مناظرات محترمة. هل عندكم دليل تاريخي أن المسيح لم يصلب؟ هل عندكم دليل مادي من غير الالتجاء للي نصوص الآيات؟ مشاعر إنسانية. غرضنا في الأخير ليس أي شيء آخر، غرضنا هو تبيان محبة المسيح في هذا الكتاب. ترقبوا برنامج سؤال جريء في الأوقات التالية. عودة مشاهدين وتكملة هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء. سأقرأ بعض الإيميلات كما عودتكم. في إيميل من الأخ ألان يقول: ستظل قناة الحياة الحبيبة منارة في ضمائرنا وقلوبنا، سواء كان بوجود الحبيب قمص زكريا أو بعدمها. يكفي شرفا لقناة الحياة بوجود الأخ الحبيب رشيد والقمص زكريا وبرامج شبهات وردود والمرأة المسلمة والعابرون وإلى غير ذلك. ويقول: وتنصر من ورائها الآلاف مننا نحن المسلمين، وأنا على يقين بأن سيدنا القمص زكريا سيعود لنا ببرامج جديدة ولا يتركنا ولا يبخل علينا من معارفه الواسعة. أشكرك الأخ ألان. أيضا أحد الإخوة اسمه الدكتور سموئيل يقول: أحب أن أعرفك بأن إيقاف برامج القمص يعني على قناة الحياة طرح أسئلة كثيرة بين محبيني وطرح إشاعات كثيرة بين كارهيني، فنرجو من سيادتكم إيضاح الحقائق كاملة أمام المشاهدين. وأيضا هو سؤالي هو: إلى متى يتم إيقاف الخدمة وهل في بدائل أخرى؟ أخوي الحبيب، أنا شرحت بأن هذا قرار تم اتخاذه بين الطرفين معا، بين إدارة قناة الحياة وبين القمص زكريا بطرس، وهما معا قررا إيقاف الشراكة بينهما، وأنا شخصيا لا دخل لي في هذا الأمر ولا دخل لأي شخص آخر في هذا الأمر. هو إيقاف قرار مشترك بينهما، وهذا كل ما في الأمر، وما فيش أي خفايا، ما فيش أي إشاعات، ما فيش أي أمور، وأوضحت بأن كل هذه الإشاعات هي محض افتراء لا مجال لها من الصحة. إلى متى؟ لا أعرف، لا عندي جواب عن هذا الأمر، لكن مما سمعته أن جناب القمص زكريا بطرس سيبدأ قناته الخاصة وسيبدأ في إنتاج برامجه الخاصة، وهذا ما وصلني أيضا مثل ما وصل الكثيرين. الأخ مجدي، أنا كنت طرحت عليك سؤال، كان مفروض أنك تشارك في نقاش الوثائقي، لكن كنت في الاستوديو حتى حاضر وسمعت كل النقاش، لكن تم استبعادك لسبب أو لآخر. وأنا أريد أن أتساءل مع الكثير من المشاهدين، أكيد لما حيعرفوا هذا الأمر سيتساءلوا لماذا. أنا الحقيقة قبل الوثائقي بأسبوع، قبل عرضه اتصل بحوالي أسبوع، اتصل بي من البي بي سي الأستاذ تامر عبد الوهاب، وقال لي: عاوزينك تشارك، احنا عاملين وثائقي غير مسبوق وعمل غير مسبوق في بيتكلم على التحولات. قلت له: انا راجل بتاع حقوق انسان واتكلم عن الحريات الدينيه من منظور القانون الدولي ومن منظور حقوق الانسان ومنظور، وهقيم الوثائقي يعني هشوفه قبل البرنامج وهشارك معاكم. قبلها بيومين قال لي: انا بس مسؤول عن الاتصالات او حاجه زي كده، هيتصل بيك معد البرنامج نفسه اسمه مصطفى المنشاوي، اتصل بعدها مباشره الاستاذ مصطفى المنشاوي وتناقش معه اكتر من ساعه، وقال لي: احنا عاوزينك واحنا ليبراليين واحنا عاوزين رؤيتك وكذا وكذا. قلت له: اوكي، وانا ليبرالي حتى النخاع ومؤمن بحقوق الانسان حتى النخاع. بعد قبلها بيومين اتصل بيا واكد هذا الموضوع، وقبلها بيوم وفي نفس اليوم اتصلوا بيا وقالوا لي: جاهز، وبعتوا لي عربيه ليموزين، والاستوديو يبعد عن بيتي حوالي ساعه. مش عايزين نعرف تفاصيل، لا يعني بعتوا على حياتك الاخ مجدي. فالمهم مش عايز اورطك في اشياء. المهم اللي حصل ان بعتوا لي، رحت الاستوديو وقعدت في الاستوديو وشفت البرنامج، شفت بس على الهواء مباشرة الفلسفة. معليش أنا حرجع لك، لأنه معنا الأستاذة نجلاء العمري المسؤولة عن قسم البرامج في البي بي سي عربي، وأريد أن أسألها بعض الأسئلة. أستاذة نجلاء، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أنا عايز أسألك مثل ما حدثتك أمس عن الأمر بخصوص الوثائق اللي عرض على البي بي سي متنصرون، لنا مؤاخذات كقناة على هذا الوثائق، خصوصا أنه الأخ المقدم عمر عبد الرازق اتهم قناة الحياة بأنه تطلق ملاحظات عنصرية
وقام بابتزاز منظمة جويس ماير، ونسب لنفسه أنه هو كان السبب في إيقاف برامج القنبلة الذكية. ما ردك الأستاذة نجلاء؟ أولا أنا بشكرك طبعا على الدعوة دي، وكنت أتمنى لما إحنا دعناكم للمشاركة في الوثائقي إن أنتوا تعملونا بالمثل. على كل حال إحنا مدركين تماما في البي بي سي إن الموضوع اللي إحنا تناولناه ولنا شرف أن نكون أول محطة يعني ناطقة باللغة العربية تتناول الموضوع بمثل هذه الحساسية وبمثل هذه الدقة. الموضوع إحنا مدركين تماما قد إيه هو حساس بالنسبة لعدد كبير من المشاهدين على اختلاف طوائفهم. نعم. وهو أثار تساؤلات كثيرة من كافة الأطراف. هناك الكثير من الأشياء التي أثارت هذا الطرف وأشياء أخرى أثارت الطرف الآخر وهكذا. نعم. لكن وظيفة البي بي سي ليست إرضاء المشاهدين، ولكن وظيفة البي بي سي وكما أكدنا في بداية هذا الوثائقي بوضوح تام هو الالتزام بمهنيتها وبواجبها المهني مع احترام كل الأشخاص وكل المعتقدات، وأعتقد أن احنا احترمنا كل من تعامل معنا من الأول حتى النهاية. نعم. أود أن أشير وبسرعة شديدة إلا أن ربما لغة هذا البرنامج مختلفة عما تعود عليه المشاهد العربي على القنوات المختلفة. نحن لا نؤمن بالصراخ ولا نؤمن بالسب ولا نؤمن بالشتم، نؤمن بعقلانية الطرح وبنؤمن بإتاحة الفرصة لكل الأطراف لمناقشة الموضوع. الفيلم لم يعرض لوحده، الفيلم عرض وبعد الفيلم كانت هناك ساعة نقاشية كاملة صح شاركت فيها أطراف مختلفة على رأسها الأب وجيه وهو يرأس الكنيسة الإنجيلية في لندن. نعم. وأيضا كان هناك عدد من المشاركين. لكن أستاذ نجلاء مشاهدين لينا لحد الآن لم تجيبي على السؤالين اللي طرحتهم. أنا لست والبي بي سي أيضا لست الطرف في هذا الجدل، فأرجو أن أكمل ما عندي وأترك لكم حرية مناقشة ما تريدونه. أنا قلت بوضوح أمس من حقك تماما أن لا تكون راضيا عن هذا البرنامج ومن حقك أن تناقشه، لكن أيضا أعتقد أن احنا أدينا واجبنا بمهنية عالية. الصحفيون في البي بي سي ينتمون إلى جنسيات مختلفة، منهم من يؤمن بالمسيحية، منهم من يؤمن بالإسلام، منهم من لا يؤمن بأي دين، ومنهم من هو علماني له موقف واضح خارج إطار البي بي سي. لكن البي بي سي مؤسسة صحفية عالمية لها سمعتها، القسم العربي جزء من المؤسسة الأكبر، وبالتالي نحن نعمل وفقا لنفس المعايير. وأنا أصر وأؤكد على كل كلمة وردت في هذا التقرير. لكن أستاذ نزلاء ألم تكونوا متحيزون؟ كنتم متحيزون؟ كنتم متحيزون في الوثائقي لدرجة أنكم سميتم تصريحات قناة الحياة بأنها عنصرية، وسميتم التبشير بأنه هجمة دعوية على العالم الإسلامي، ونسبتم لأنفسكم أنكم كنتم أنتم السبب في الضغط على منظمة جويس ماير لسحب برامج القنبلة الذكية، وهو أمر خاطئ تماما عاري من الصحة. سيدي الفاضل، يعني أرجو أن تعاود مشاهدة الفيلم والنقاش، وهو سيعرض هذه الليلة على قناة البي بي سي إن لم تكن قد شاهدته، وأعتقد أنك لم تشاهده بالدقة. أنا شاهدت مرات يا أستاذ نجلاء. طب خليني بس، لأن للأسف يعني أنا ليس لدي الكثير من الوقت، خليني أنهي كلامي. نحن سلطنا الضوء على قضية حساسة للغاية، سلطنا الضوء على فئات تعاني من الاضطهاد داخل المنطقة العربية، وسلطنا الضوء على حق اختيار العقيدة، وأعتقد ده كان السؤال المطروح للنقاش في الحلقة النقاشية لمدة ساعة كاملة وانتهينا بها، وسلطنا الحق على الضوء على تجاوزات موجودة سواء من أفراد أو من مؤسسات، وانتقلنا إلى أن قضية الاضطهاد قد يساء استخدامها لمصلحة بعض الأفراد. هذا هو حقنا في تناول هذه القضية، هذا هو واجبنا الوظيفي كما ذكرت. أود أن أشير سريعا إلى أن منظمة جويس ماير كانت متعاونة معنا إلى آخر لحظة في البرنامج. أود من مكاني هنا أن أشكر جويس ماير على هذا التعاون. أيضا أود أن أشكر الأب وجيه على مشاركته معنا في الحوار. وأنا أتمنى كما ذكرت لك أمس،
يا ريت تجاوبي على أسئلتي، لأن حد الآن لم تقولي لماذا كانت البي بي سي متحيزة. حتى في طرحكم لمسألة معاناة المتنصرين في آخر البرنامج، الطابع الغالب هو أن المتنصرين بيشحتوا فلوس وأنه بتوصلهم مساعدات، هذا هو الطرح الغالب. 8 دقائق فقط عرضت عن معاناة المتنصرين، تفضلي. من حقك أن تقول أننا متحيزون، هذا حقك وأنا لا أجادلك في ذلك، ولكن أرجو أن تشاهد مرة أخرى. ويكفي أن أشير إلى الكثير من الرسائل التي أتت إلى البرنامج بعد عرض الفيلم تشكر البرنامج لأنه تعرض لهذه القضية، وأيضا هناك مكالمات جاءت على الهواء أثناء الحلقة النقاشية شكرت البرنامج على تسليط الضوء على هذه القضية. أستاذة نجلاء، حقك أن تختلف معي، ولكني لست هنا في مجال النقاش، أرجوك أن أنتهي. أن أنتهي يعني أشكرك أستاذة مجلاء على المشاركة في البرنامج. مع السلامة. طيب أستاذ مجدي، كنت يعني كان مفروض أنك تكون في حلقة نقاشية، هي قالت أنه هي ليست هنا لمناقشة الموضوع، هي لتوضيح وجهة نظر فقط، فلم تريد حتى يعني مناقشة أنا الموضوع. أنا الحقيقة بصرف النظر شو الموضوع، هو موضوع شخصي له ارتباط بالموضوع يعني. نعم. لأنك أنت هتقيم لا أنا مش عايز أنا يعني هو مسألة شخصية، يعني تم رفضك استبعادك لآخر لحظة استدعائك للاستوديو عملت ترتيبات طبعا كلها. وانا هبدا اتكلم استبعادك. نعم. انا الاستاذه نجلاء اتكلمت زي ما بتكلموا المتحدثين باسم حاجه من غير ما تجاوب على اسئله، بتكلم حاجه لايك ريبورت يعني كده، بتكلم بطريقه شكليه طريقه ميكانيكيه. نعم. بتكلم بطريقه مش عاوزه تجاوب على حاجه، وانا عشان كده انا كلفت المحاميه بتاعتي، لان ده استبعاد. خلي بالك كان يوم سبت البرنامج، وانا خرجت اسبوع كامل اتصالات في هذا الموضوع، واستبعاد بدون سبب. كل الحاجات التقنيه كانت سليمه وكل شيء سليم. انا كلفت المحاميه الاسبوع القادم سترسل لرئيس مؤسسه البي بي سي، سترسل مذكره شكوى رسميه لمؤسسه البي بي سي تطلب تحقيقا حول هذا الموضوع، وان تدينا نتائج التحقيق مع المجموعه اللي قامت بهذا الموضوع بما في ذلك معد هذا الفيلم الوثائقي، واعتذارنا رسميا، وانا ساصل الى النهايه معاهم في هذا الموضوع، لان اول مره انا شاركت مئات المرات في التلفزيونات، لاول مره يستبعد شخص من الاستوديو قبل ما بدون سبب، ويقول لك ما عندناش سبب، استبعاد بدون سبب. في أخوة بعته إيميلات، أخ نواف من يقول أنه مسلم، ويقول أنه شاهد البرنامج وجعل أعرف معاناة أي شخص يحاول أن يتنصر سيكون عقابه الضياع، ويكون متخفي عن الآخرين، تتحول حياته إلى الجحيم، لا يعرف ماذا يعمل، ولم يظهر أن الأشخاص الذين اختاروا هذا القرار هم فرحين ومؤمنين بما اختاروا، ولكن البرنامج فتح عيون الكثير من الناس أن الأنظمة العربية تحارب الذين يتنصرون، وللعلم ما يحدث وما سيحدث من برامج هذا دليل على نجاح قناة الحياة. في أخت أيضا سارة وهي متنصرة أيضا تقول الرب يبارككم على هذه الحلقة التي تحكي بلسان ملايين متنصرين، ما بدت في البي بي سي مؤلم جدا وغير منصف في حقنا نحن المتنصرون، لكن في نفس الوقت هو أمر مخزي ويحط من قدر هذه القناة ويفقدها المصداقية. بالنسبة لخالد الجندي وما قاله يكشف عجزه وعدم قدرته على الرد، والرب يباركك يا شيخ خالد. سؤالي، هل يمكننا نحن المتنصرون أن نوقع على وثيقة ونرفعها إلى إدارة البي بي سي نعبر فيها عن عدم إنصافنا وعدم وجود حيادية في عرض الحقائق؟ أكيد لو بعثنا كلنا رسالات احتجاج للبي بي سي أكيد أنهم سيطلبوا يعني على الأقل التحقيق فيما جرى في خصوص هذا الوثائقي. نأخذ مكالمة من الأخت وفاء من سويسرا. الأخت وفاء، أهلا بك. ألو الأخت وفاء، أهلا بك. أهلا اتفضلي أخت وفاء. أهلا بك، ممكن أتكلم مع الأخ رشيد؟ أنا معك على الهواء. الأخ رشيد، شكرا جزيلا 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 بزاف، وأنا أختك مغربية نشكر ومسلمة نشكر وغراسة
زكريا بطرس، قناة الحياة، شفت النور وتغيرت حياتي. تحكي أختي وفاء أنه بسبب قناة الحياة وبسبب برنامجنا وبسبب برامج القمص زكريا أنه عرفت النور وتغيرت حياتي. أشكرك أختي وفاء. وإيه بس إمتى عملتي القرار؟ بقادي الحين سنة. سنة، نشكر رب من أجلك. لو قلت لك بأنني حدثت جيسي بريمي فوتر شين دون مون ساتيليت دون ما تيلي، حدثت اسم القناة من الـ من الـ من البث من الجهاز الاستقبال. ليه حدثتيها بالأول؟ هذا كثير وكنت كثير حزينة. أشنو كنت كتقول على الإسلام وشنو كنت كتحكي على محمد، وكنت يعني كثيرة الغضب. ورجعت أبحث عن القناة مرة ثانية، ورجعت أبحث عن في شريعة الإسلام وفي الحديث وفي الانترنت، وحتى لقيت الحقيقة. وغراسافو جو سوي فريمون كونتونت اي جو في لا لوميير اي غراسافو جوبلي جامي سا. نشكر الرب من أجلك. هي تقول هي سعيدة جدا وأنها فرحة وكل الأسرة. هل الأسرة عرفت المسيح أيضا؟ طبعا زوجي وأولادي، وكنتمنى إن شاء الله من المغرب عائلتي وأختي وأمي وجيراني وأصحابي. أمين أمين، الرب يوفقك أنك توصل لهم الرسالة. أشكرك أختي على المشاركة في هذه الحلقة. يعني في أخ أيضا اسمه أخ أحمد من العراق، أهلا بك. مساء الخير. مساء النور، تفضل. أنا أحمد من العراق. أهلا بك أخي أحمد. مسلم الهوية لكن بالمبدأ ألماني بحت 100%. نشكر الرب من أجلك. كيف ما كان حالك، كيف ما كان دينك، كيف ما كانت خلفيتك أخي الحبيب؟ عزيزي بس عندي مداخلات اثنين أو ثلاثة. أريد أتدخل معك في البرنامج. تفضل. أنا مسلم لكن مثل ما قلت لك هوية، لكن إسلام بصراحة رفض بتاتا وقطعا. نعم. كان عندي أصدقاء مسيحيين وإسلام، يعني ما عندي فرق بين مسيح ومسلم. أنا عايش كإنسان ألماني، كإنسان آمي. صح. اللي شفته صراحة، اللي شفته من التربية الإسلامية اللي عشتها هو دمار نفسي 100%. فلذلك يعني في الداخل مجبور أنا مسلم، لكن في الداخل رافضه 100%. وما أريد أقترب لأي دين آخر. مثل الكثيرين، في كثير حالات مثلك أخي الحبيب، لأنه بيكون محسوب على الإسلام لكن هو في الداخل يرفض الإسلام. وبالعراق بصراحة، بالعراق يعني اللي شفناه من بعد 2003 ولحد الآن، المصاعب والكذب والقتل والدمار والتهجير كلها طلعت من الدين الإسلامي. طب إيه يعني بأمر من إيه ما وبأمر من نبي الإسلام. طب هل عندك أي تحفظ على المسيحية؟ هل أعطيت لنفسك فرصة للاطلاع على المسيحية؟ أنا عندي اطلاع على المسيحية، بس لأنه الأثر النفسي اللي تركه في داخلي الدين الإسلامي. صح. خلاني أكره كل اسم. صح. أو تدين. للأسف. لكن أخوي أنا يعني أنا عاوز يعني أريد أقول نقطة ثانية. عندي أصدقاء مسلمين كانوا بالعراق لكن هاجروا من نتيجة الظروف. نعم. اللي الهمجية اللي طلعت من الدين الإسلامي. نعم. اللي أقوله بأنه حرامات القمص أو القاس، ما أعرف شو تقولوه، زكريا بطرس. نعم. راح يترك الإذاعة لأنه
زكريا بطرس كان في قناة الحياة مثل جاع يافسة ويجي لها نهر ماء يرويها على موت يطلع حياة جديدة. مع احترامي لبرنامجك أخ رشيد، مع كل احترامي لشخصك. أشكرك، أشكرك على تقديرك لكل واحد وبالأخص جناب القمص، لكن هذا أمر يعني كما قلت يبدو لأول وهلة أنه صعب، لكن أنا متأكد أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير، سواء لقناة الحياة، سواء لجناب القمص، سواء للمشاهدين. بدل حيكون عندنا قناة واحدة حيصيروا في اثنين، بدل تكون الخدمة موجهة لاتجاه واحد حتوجه لاتجاهين. فلو نظرنا للجانب الإيجابي وكنا إيجابيين بنوع من الإيمان، نصلي أن الرب يستخدم الجميع، لأنه هدفنا في الأول والأخير لازم يكون النفوس مش أي شيء تاني. وأنا متأكد أنه الرب سيستخدم الطرفين في جلب نفوس كثيرة ليه. فلا تحزن ولا تقلق، لأنه الرب في الأخير هو محط اهتمامنا، هو محط، سواء مثلا حتى لو كنت أنا اليوم سبب في مجيء ناس للرب، بكرة أنا حنتقل وأمشي عند الرب، لكن الرب حيجيب ناس تانيين ويكملوا المشوار. فالمهم أنه يكون تركيزنا على الرب، وإحنا مجرد أدوات وخدام بطالون أمامه. يعني ما فيش المجد في الأخير للرب. أكيد أكيد كلامك صح، لكن أتمنى يعني يكون كلامك مش بس تطمئن الأشخاص. لا لا لا، مش للإطمئنان، ده إيماني الشخصي. أنا شاركته معك، ده إيماني الشخصي. يعني زكريا بطرس صدقني يمكن صار لي 4 جمعة متأسف. أول جمعتين كان إعادة، وجمعة ثالثة كانت برنامج المرأة المسلمة. يمكن متأسف الجمعة اللي هي باكر، إذا ما أشوفها يعني بصراحة يعني نفسية تكون تعبانة لي ولهواي أشخاص. طيب. طيب. لكن أنا عندي سؤال لك أخي، أنت عايز تفكر في مصيرك أنت وقرارك بالنسبة للمسيح، لأنه ده أهم من أي شيء تاني. أكيد، لكن تعرف أخ رشيد، إذا ما كان شخص يفتح عينك ويكمل أكثر معاك ما تقدر تأخذ قرار كامل. طيب. نتمنى أنه نقدر نساعدك في أي شيء على الأقل من في الفترة دي، لو في أي شيء نستطيع أن نساعد به حتى نكون سبب في مجيئك للرب يسوع، يريد تخبرنا. لكن أشكرك أخي أحمد على المشاركة في البرنامج، وأنا هطلب لو تركت إيميلك أو عنوانك حتى ممكن يصير في مساعدة لك حتى تقترب أكثر من الرب يسوع المسيح. أخ مجدي، سؤال لك، ليه الخوف من التبشير؟ حتى ما لا يقال طلع يعني شيء عادي جدا، ما يردد العامة من الناس، ما فيش أي شيء، بل بالعكس أساء لسمعة المتنصرين. ليه الناس خايفة من المتنصرين، خايفة من التبشير، خايفة من ظهورهم، خايفة حتى من السماح لهم أنه يعبروا عن أرائهم، خايفة حتى من نشر معاناتهم قدام الناس لئلا يعرف الناس الحقيقة. حتى القنوات التي تدعي الليبرالية وتدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان وقعت في نفس المطب الذي يقع فيه الكثيرون، ولم تتجاوزه إلا قيد أنملة. يعني قيد أنملة بالضبط. فإيه إيه ليه الخوف ده؟ هو الواقع، هو سؤال الحقيقة فيه والإجابة الحقيقة فيه مدهشة، مزعجة. مزعجة ليه؟ لأن أولا هو حتى اللي بيدعوا أن هم متفتحين ومش عارف إيه، يقول لك إيه، نحن مع الحرية الدينية، ولكن نحن ولكن هذا سياسة. لأن هم عندهم، لأنه ببساطة في الإسلام الدخول في الإسلام سياسة. صح. هو في الأصل دخل في سياسة وبقى بالسياسة. صح. خايف أحسن تنهار الدولة الإسلامية، فهو مجبر أن يبقى في الإسلام سياسة. فحتى شيخ الأزهر في أول حديث له أحمد الطيبي قال أنا مع الحرية الدينية ولكن هذه سياسة. فهو مرزوعجين، لازم يحط لك ولكن، جماعة بين لكن دي تلغي كل اللي قبلها. ولكن زي مثلا لا إكراه في الدين، ولكن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن المهم يلغي كل شيء. هو ببساطة جديدة فيما يتعلق في مرحلتين، بيتعلق بالخلافة الإسلامية، كانت الزراعة العسكري للدول الإسلامية. صح. كان التوسع الجغرافي. بسقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924 توقف الغزو
والتوسع والاستعمار الاستيطاني. لأن الإسلام الدولة الإسلامية قائمة على الاستعمار الاستيطاني. الاستعمار الاستيطاني في تعريفه أنك بتروح لدولة يا إما تطرد اللي فيها اللي هو الإحلال أو التحويل أو تحول الناس تحولهم دينيا وهوية، تحول الهوية بتاعتهم. فتوقف الغزو وتوقف الاستعمار والاستيطان، الاستعمار الاستيطاني توقف بعد سقوط الخلافة. الزراع العسكري للدول الإسلامية حاليا الإرهاب الدولي. لم يعد هناك زراعا عسكريا للدولة الإسلامية. لكن ما جاوبتنيش على السؤال. أنا في نيجي بقى للنقطة الأهم ده بالنسبة للدولة، توقف وقعت الخلافة، وقعت التوسع. بالنسبة للدين، الفيصل هو الحريات الدينية. هناك أنا أقولها بكل صراحة وهذه حاجة مزعجة لكن لازم نقولها، هناك من المحللين السقاة في العالم كله يدركون أن إذا تركت الحريات الدينية في الدول الإسلامية سيسقط الإسلام، وأن معيار الحقيقي لقياس وجود الإسلام هو أن تكون هناك حرية دينية للأفراد. أترك حرية دينية للأفراد وقيس بعد كده ذلك قبول الاختيار. الله نفسه بيمنح الإنسان حرية دينية، هو مجبر المسلم أن يكون مجبر أن يكون مسلما، حتى دخل بالإجبار وبقى بالإجبار حتى هذه اللحظة. ومن ثم إذا طبقت الحريات الدينية بمعاييرها الغربية وبمعايير المواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي، هناك من المؤرخين السقاة والمحللين السقاة يقولون سيسقط الإسلام. أنا أقول لك آخر حاجة قريتها لآخر كتاب للراحل العالم الكبير سامويل هانتينغتون اسمه Who Are We؟ من نحن؟ أي ليه؟ العقيدة وحدها لا تصنع أمة. العقيدة لا تصنع أمة، فالأمة التي يتم تعريفها على أساس الأيديولوجية وحدها هي أمة هشة. فهذه الدول التي يتم تعريفها عن طريق عقائديا أو أيديولوجيا يتم ذلك نتيجة الخوف والقهر الواقع على الناس. يعني عشان تحافظ على الدين، طالما أنت معرف الأمة على أساس ديني أيديولوجي فلازم تقهرهم ويقول لك ايه، تبرير القهر والقمع عشان يفضلوا بالدين والا هيتسقط. وعندما خسرت الشيوعيه جاذبيتها كايديولوجيا اختفت هذه الدول، وحل محلها دول تعريفها بالجنسيه والثقافه والاثنيه، بمعنى ان المعيار الحقيقي سوف تسقط هذه الدول كامله. اولا تسقط كدول اسلاميه، كتعريفها كدول اسلاميه. والحريات الدينيه هي المعيار الحقيقي لقياس قبول الإسلام عند الشخص بمحض اختياره. يعني لو تأملنا دلوقتي الدول الإسلامية هي وحدها تقريبا في العالم باستثناء مثلا الصين، يعني هي وحدها من تقتل من تحول على دينه. يعني الدول التي ذكرت بأن تعدم شخص لو تحول على دينه هي الدول الإسلامية. الدول الإسلامية يعني، والدول التي تضطهد من تحول، ومع ذلك يقول المسلمون انظر الإسلام ينتشر، وانظر في أوروبا، وانظر احنا بنبني مساجد، وانظر. لو سمحتم يعني سنة أو عشر سنين بنفس الحريات في البلدان الإسلامية وخيسوا بعد كده وبعدين نشوف بقى. يعني المعايير هي مش متساوية خالص، ومع ذلك بنشوف مؤمنين في العالم الإسلامي. لا، مؤمنين يعتبروا قلة في وسط هذه القيود وفسط ويتحدون كل شيء، يتحدون هذا الجبروت. يعني لما تشوف ست زي مريم بتقول لك أنا عارفة أنه ما فيش حل، طبعا ومعرفة أنه ابني حيزداد وأنه وأساتذة جامعين وسفراء ووزراء، وتقول أنا مؤمنة بالمسيح. اللي على فكرة يعني رغم أنه مفيش حل وفي اضطهاد ومتخفية ومتزوج وزواجي ضايع ومش معترف بي وعندي ابن حيزداد مالوش أوراق ومالوش هوية، أنا مؤمنة بالمسيح. أنا بسويها بألف واحد يؤمن في مكان فيه حرية. سيدي دول أبطال، يعتبروا فعلا أبطال، أبطال لأنهم بيتحدوا هذا الجبروت وهذه القيود الغير عادية، ويتحدوا الموت. خلي بالك يتحدوا الموت. ده لما قناة أمريكية CBN عرضت على ماريو أندرو قالك مقاتلين من أجل المسيحية، هم بيقاتلوا من أجل عقيدتهم، أبطال بيواجهوا الموت. ومع هذا يعني أذكرك وأطمئنك أن الكتلة الحقيقية بتمارس مسيحيتها في الخفاء، اللي تحولت على كافة المستويات. لما كتب عمالقة، مش زي ما بيقول خالد الجندي متسولين، لما كتب الكاتب الإسلامي الكبير الراحل أنور الجندي كتابه طه حسين في ميزان الإسلام، وقال أن طه حسين تعمد في فرنسا وتحول إلى المسيحية. طه حسين أستاذنا عميد الأدب والليبرالية العربية كلها. لم يرد طه حسين ولم يرد أي أحد، لأن طه حسين تحول في هدوء، وغيره
آلاف الآلاف من العمالقة الذين تحولوا في هدوء وعاشوا المسيحية في هدوء لأنهم ومش عاوزين هم يدخلوا في تحدي مع هذا المجتمع الشرس. خلي بالك مجتمع الشرس قوانينه وأنظمته وحكوماته والشارع نفسه شارع مسخر كل إمكانياته مسخر كل يقول لنا بقى مين في قامة التحصين. أشكرك أخ مجدي على المشاركة في هذه الحلقة. أشكركم مشاهدين على كل بعثوا إيميلات ونطلب منكم أن تشاركوا معنا في الحلقات القادمة. هي حلقات مهمة وستكون. أبلغوا الشيخ الزغبي أننا سنبدأ في الرد عليه ابتداء من الحلقة القادمة ونجهز له مفاجآت بإذن الرب. إلى اللقاء.